كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. ويندب للغاسل أن يقص شارب الميت ويقلم أظافره إذا كانت طويلة، وكذلك شعر الإبط، لكن هذا ليس متفقا عليه بين الفقهاء، بل هو من مفردات مذهب الحنابلة. يعني الحنابلة في مذهبهم ذهبوا إلى هذا كما في الإنصاف، أما الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية فقد قالوا إن الميت لا يؤخذ منه شيء، لا شعر ولا أظفار، وقالوا أجزاء الميت تبقى على ما هي عليه ولا يؤخذ منها شيء ولا تقص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه ولا عن أصحابه شيء في هذا. وقال ابن المنذر: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي، يعني الأحسن عدم، لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه هو الحي، هو المأمور بأخذ الشعر والأظفار. فإذا مات انقطع الأمر ويصير جميع بدنه إلى البلاء، يعني كله سيبلى، الأظافر والشعر والجلد والعظم كله سيتفتت يبلى، إلا عجب الذنب الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم.